ما لا تعرفه عن المنصب المشؤوم في الأردن، ولاية العهد. قصة منصب ولاية العهد في المملكة الهاشمية الأردنية على مدار الثلاث عهود شغلت ثلاث أمراء ما زالوا على قيد الحياة ولم يحكموا الأردن. طب إيه اللي حصل معاهم؟ وليه ما وصلوش للحكم؟ وليه سموا منصب ولاية العهد بالمشؤوم؟ بتبدأ الحكاية سنة 1921 وقت ما أسس الأمير عبدالله بن الحسين الأردن، وكانت خاضعة للمملكة المتحدة، وفي سنة 1946 استقلت وتعرف اسمها بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحاكمها الملك عبدالله الأول، واللي اغتيل سنة 1951 اتولى الحكم بعده ابنه وولي عهده الأمير طلال، لكن حكمه كان سنة واحدة بس، وده سببه إن زوجته زين الشرف ادعت إنه عنده اضطراب عقلي، واتنقل كرسي الحكم لابنه حسين ابن طلال سنة 1952، واللي منح أخوه الأصغر محمد منصب ولاية العهد. وقتها كان الملك حسين بن طلال أعزب، لكن بعد ما اتجوز توني جارنر اللي غيرت اسمها لمنى الحسين، خلف أربع أبناء هم عبدالله وفيصل وعائشة وزين، وانتزع كرسي ولاية العهد من أخوه الأمير محمد، وصدر قرار رسمي بأن الأمير عبدالله الثاني يتولى منصب ولي العهد، وده كان سنة 1962. في فترة الستينيات اللي كانت مليانة اضطرابات سياسية، وكان من الحكمة أن يتولى الأمير حسن ابن طلال أخو الملك حسين منصب ولاية العهد، لأن ابنه عبدالله كان طفل والمملكة محتاجة إنسان ناضج يحكمها في حال رحيل الملك. واتجوز الملك حسين مرة تانية من الملكة عليا، وأنجب منها هيا وعلي، لكن الملكة عليا اتوفت في حادثة تحطم طائرة. واتجوز الملك حسين للمرة التالتة من ليزا حلبي اللي غيرت اسمها للملكة نور، وأنجب منها حمزة وهاشم وإيمان ورايا. نرجع تاني لمنصب ولي العهد المشؤوم، واللي بتسلسل الأحداث فضل في المنصب الأمير حسن ابن طلال أخو الملك حسين لمدة ثلاث عقود، يعني هو الملك القادم لا محالة بعد رحيل الملك. في أواخر التسعينات أصيب الملك حسين بمرض السرطان، وبشكل مفاجئ قطع الملك رحلة علاجية، واجتمع بمجلس العائلة الحاكمة وناقش معاهم قضية ولاية العهد بعد أخوه الحسن ابن طلال. كانت رؤية الملك حسين إن ولاية العهد تكون لابنه الأمير حمزة بعد ما يمسك أخوه منصب الملك من بعده، وكده يبقى رجع لذريته الحكم من بعده. وطبعا أخوه وولي عهده حسن بن طلال ما رفضش ولا برضو وافق، ودعا للملك حسين بطول العمر. ده معناه إن الملك حسين ما كانش بيناقش القرار، ده كده حسم أمره وخد القرار بالفعل. لكن رؤية الملك كانت مخالفة لدستور البلاد، لأن ولاية العهد للأخ أو الابن الأكبر، وتعديل الدستور ما كانش سهل، وكان هيحتاج فترة زمنية أطول من المتبقية في حياة الملك. فانتهى الأمر بتعيين ابنه الأكبر الأمير عبدالله الثاني في منصب ولاية العهد، وكده حسب الدستور بعد رحيل الملك حسين أصبح عبدالله الثاني ابنه وولي عهده هو ملك الأردن. والتزم الملك عبدالله الثاني بوصية والده بأن ولاية العهد تكون لأخيه الأمير حمزة. بعد خمس سنين من حكم الملك عبدالله الثاني انتزع من الأمير حمزة منصب ولاية العهد، وفضل كرسي ولاية العهد فاضي. ولحد سنة 2009 تم منح ولاية العهد لابنه الكبير الحسين بن عبدالله الثاني، وده راجع لأسباب خاصة باضطرابات سياسية داخلية وأوضاع مرت بها الدول العربية وتدخلات إقليمية. وبعد اجتماع تم بين الملك بالعائلة الحاكمة وحضور كل الأمراء الأشقاء وأولاد العمومة من الأمراء في بيت ولي العهد الأسبق الأمير الحسن ابن طلال، تم حسم أمر الأمير حمزة المقلق والقلق، ووقع الأمير حمزة على ورق رسمي تعهد فيه أنه يكون تحت لواء الملك عبدالله الثاني وابنه وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، وأن تكون حياته ويده بين يدي الملك وولي عهده. عرفت دلوقتي لكرسي ولاية العهد في الأردن لقب بالمنصب المشؤوم؟